ما هي أهمية هذا المحور الذي سيربط روسيا وشرق أوروبا بالهند عبر إيران في طرق برية لنقل البضائع؟ أولا كلنا نعلم أن روسيا في حرب الآن مع أوكرانيا ومع الشرق برمته، لذلك فإن هناك العديد من العقوبات على روسيا، وهذه العقوبات ما زالت تؤثر على اقتصاديات روسيا بشكل كبير، لذلك فإن الدولتين يرغبان في التعاون معا في جميع المجالات وجميع ومجالات الأسلحة أيضا، لأن كليهما قد تكبد الخسائر من هذه العقوبات، وأنه الأمر طبيعي أن يتعاون مع الهند أيضا. وإذا كان هذا الطريق والممر ناجحا فهذا سيعني أن الاقتصاد سيكون في زهوه لهذه البلاد. ولكن يا دكتور توماس، يعني هذا المحور محور شمال جنوب، هل نحن أمام هنا حالة اضطرار، الجميع مضطر، إيران وروسيا مضطران إليه، أم أمام محور ينافس الممرات التجارية العالمية؟ حسنا، أنت تعلم أنه في الأساس هذه الممرات تساعد البلدين بشكل كبير، والرئيس بوتين يريد أن يزيد من تجارته مثل تركيا، وهذا يعني أنه سيقضي أعواما كثيرة من أجل الاستغناء عن التكنولوجيا الغربية والاستغناء عن التجارة الغربية. لذلك فإن روسيا تحاول أن يكون لها طريقا آخر، وهي تريد أن يكون لها أموال من ذلك، وهي تتعاون أيضا مع أذربيجان، وهي تحاول أن تخفف من عبء هذه العقوبات التي فرضت عليها. وأيضا إن بعض الدول تستغني عن الغاز الروسي وتتجه إلى الغرب، لذلك فإن هذا الطريق سيكون الطريق الذي به روسيا تستطيع أن تتعاون مع حلفائها.